في الوقت الذي خلت فيه شوارع وهران من الحركة، يتحرك وليد هذا الصيدلي الشاب رفقة مجموعة ستوب كوفيد 19 لجمع ما يستلزم أطباء المستشفيات ممن هم في الواجهة لمحاربة فيروس كورونا. Avec l'aide de mes amis, docteurs en pharmacie, en médecine, donc on a créé un petit collectif, donc justement pour la sensibilisation à la prévention contre le coronavirus. Donc on a une première action sur le terrain, donc de désinfection du centre-ville, et maintenant la priorité, alhamdoulilah, grâce aux nouvelles mesures, donc normalement il n'y a plus personne dans la ville, donc la priorité c'est d'équiper les médecins des hôpitaux. On a fait la tournée, tu as certains pharmaciens, certains donateurs, donc pour collecter le nécessaire à distribuer dès demain, inchallah. هؤلاء أطباء صيادلة ومواطنون متطوعون أبوا إلا أن يقدموا يد المساعدة لزملائهم في هذه الفترة الاستثنائية والتي تتطلب تكاتف جهود الجميع. البارح كنتم معنا في الكوليكت، donc اليوم tout ce qu'on a collecté, vous avez vu, الحمد لله, pas mal pour une journée, donc on est en train de préparer les kits. ساعات قبل الانطلاق يقوم وليد ومجموعته بترتيب الكمامات الوقائية. المعقمات والقفازات لتوزع بالتساوي عبر الأقسام المختلفة بمستشفى وهران. مالك تشوف مع ان جروب دو ميديسان اي دو فارماسيان اي بيان سور دي بينيفول جابولنا لي دون تاعهم رانا وجدنا لي كيت يا بلوس دو 120 كيت اللي هنايا ديستيني ديريكتومون لوبيتال دوران لو كيت فيه سكو جو بورت دونك لا توني انتيغرال دو بروتيكسيون لو ماسك اف اف بي لا شارلوت ان باكي دو غون ان باكي دو بواط دو لينجيت ديزانفيكتون دونك تو لو نيسيسير. مبادرة ثمنها أطباء مستشفى أول نوفمبر لتخفيف الضغط عليهم خاصة في ظل تزايد عدد المصابين بالفيروس ونقص المعدات في ظل تزايد الطلب. On remercie tous les donateurs pour ces dons. Ils seront toujours utiles, utiles pour le personnel médical et paramédical et tout le personnel soignant. وتستمر مجموعة ستوب كوفيد 19 في جمع وتوزيع المستلزمات الطبية للقضاء على الفيروس. ففي عز الأزمة يظهر معدن الجزائري.